ربما كلنا تابعنا من يومين الحفل الضخم اللي أحياه نجمنا ومطربنا الكبير الكينج محمد منير. الحفل اللي أقيم في مدينة العريش، هذه المدينة اللي بتعتبر عاصمة محافظة شمال سيناء، ربما كان ليه دلالات عظيمة جدا. إيه هي دلالات هذا الحفل اللي لازم نتوقف عندها ونشوف إيه الرسائل اللي وصلها لنا هذا الحفل؟ الدلالات دي وصلت رسالة للعالم كله إن سيناء خلاص أصبحت آمنة، أصبحت مطمئنة، إن شمال سيناء تحديداً اللي كان بيشهد ربما بعض الاشتباكات من سنوات قليلة أصبح الآن في اطمئنان وفي أمن. أهل وناس شمال سيناء أصبحوا مطمئنين بعد الجهود اللي أقيمت على مدى سنوات طويلة. شفنا كمان حضور كبير جدا من أهالي العريش، ومش بس حفل النجم الكبير أو الكينج محمد منير، لا كمان كان عندنا من يومين كرنفال رياضي اسمه مهرجان سباق الهجن اللي اتعمل في شمال سيناء، وشارك فيه عدد كبير جدا من الدول العربية الشقيقة، يعني مش مصر بس اللي كانت مشاركة في هذا الكرنفال. الحدثين دول في الحقيقة كانوا متكرسين لاستقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، ووصلوا رسالة مهمة جدا، رسالة قوية، وهي عودة الأمور مرة تانية لطبيعتها في هذه المنطقة. المنطقة دي بسنت علشان ترجع لطبيعتها مرة تانية، وعلشان يسود فيها هذا الجو الآمن، هذا الجو المستقر، وعلشان العالم كله يشوفها بالشكل ده، كل ده كان لازم يبقى ليه تمن. التمن ده كان إيه؟ كان فلوس؟ أبدا. التمن ده كان دم، كان دم أولادنا. التمن ده كان في مقدمته شهدائنا وأبطالنا من قوات الجيش والشرطة اللي دفعوا عن شمال سيناء، اللي قدموا حياتهم وأرواحهم علشان يفدوها ويطهروها من الإرهابيين والمجرمين. تذكر جيدا كلمة الرئيس السيسي اللي ربما تكلم وقال إن إحنا بلغة الأرقام، كان في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قال 8000 مصاب وحوالي 3000 شهيد. حوالي 8000 مصاب وحوالي 3000 شهيد، رقم ضخم جدا طبعا، رحمة الله على الشهداء، ولكن المصابين اللي عايشين هيفضلوا طول حياتهم في هذه الإصابة اللي هم 8000، هيعملوا إيه؟ أسرهم عاملة إيه؟ وطبعا الله يكون في عون كل يعني أرملة شهيد أو أم شهيد أو أب شهيد أو ابن شهيد، عايش إزاي؟ التمن ده إحنا بنشوف النتيجة بتاعته بعودة الأمور لطبيعتها في شمال مصر. عمرها ما بتنسى شهدائها، لا حكومة ولا شعب، إحنا دايما فاكرينهم. رحم الله كل الشهداء اللي ضحوا بحياتهم وضحوا بروحهم لكل عشان كل شبر في أرض مصر يفضل موجود. كل التحية لكل شهيد تنازل عن حياته في سبيل عودة الهدوء والأمان والإطمئنان لشمال سيناء. مهما حصل ومهما جرى، سيناء هتفضل آمنة بأهلها، سيناء هتفضل مستقرة رغم أي محاولات خبيثة وخسيسة. وإحنا النهاردة شايفين المنطقة من حوالينا عاملة إزاي. سيناء النهاردة بتهتف تحيا مصر، تحيا مصر، وهتفضل مصر وستظل مصر بجيشها وشرطتها وقيادتها السياسية اللي ما سكتتش أو تراجعت خطوة واحدة في حربها ضد الإرهاب على مر السنين اللي فاتت دي كلها. تحيا مصر، وكمان مرة وألف مرة تحيا مصر.